بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم في سلسله تعليم برنامج سوليد وورك. ان شاء الله النهارده هنبدا ناخد التمرين رقم 46، وعندنا منظور هندسي الشكل قدامنا مطلوب ان احنا نبدا نرسمه على برنامج سوليد وورك كبارت، والشكل بتاعنا لازم نفكر في الابعاد بتاعته او نبدا نقرا الرسمه بتاعتنا سواء بقى الطول والعرض والارتفاع، ونبدأ نشوف الجسم بتاعنا ونقسمه لمجموعة من العناصر اللي احنا نبدأ نبنيها على برنامج السوليد وورك باستخدام الأوامر الخاصة بال2D والأوامر الخاصة بال3D. فالشكل بتاعنا لو احنا بصينا عليه كده، أكتر حاجة ظاهرة قدامنا هو شكل الأسطوانة ده، شكل الأسطوانة اللي لها R50 خارجي والآر الداخلي R30، يعني أنت عندك القطر ده 60 والقطر من بره عبارة عن 100 بالارتفاع اللي هو عباره عن ال 180. ده شكل الاسطوانه، وبدا يعمل لك شفتين، الشفتين دولت السكنس بتاعهم 10 يمين وشمال، والمسافه اللي ما بين الاثنين الجزء المفتوح المجرى المفتوحه دي بي 10، الارتفاع كله بنفس الطول اللي هو عباره عن ال 108، وبدا يحط لك في الشفتين ثلاثه ثقب، ثلاثه ثقب دولت عباره عن ثقب نافذ سواء من الجزء ده والجزء الثاني، والترحيل بتاعه او المسافه بتاعته من السنتر ده لحد المسافة دي عبارة عن 80 ملم. القطر بي 10 ملم، في الأبعاد بقى 27 و27 الأبعاد ما بين كل قطر والتاني. بعدين بدأ يحط لك هنا براكت، اتنين براكت كده، أو حط لك هنا جزئين كده. الجزئين دولت أو الاتنين براكت دولت العرض بتاعهم بي 30، بالقطر بتاع الدايرة كان عبارة عن ال 10، بالسيكنس اللي هو عبارة عن ال 12، بدأ احط لك واحد فوق وواحد تحت، والمسافه ما بينهم 24، وعشان يمسك بقى البراكت بالاسطوانه حط له عصب، العصب ب 42 بالارتفاع اللي هو عباره عن ال 30. السكنس بكام؟ ب 15. يبقى انت كده ده شكل الرسمه بتاعتك. طيب عشان ابني الموديل بتاعنا اقرب حاجه بالنسبه لي على طول اختار المستوى الطب وابدا ارسم الشكل اللي فوق ده وابدا اعمل امر اكسترود. يبقى انا رسمت الشكل الاولاني، وبعدين ابدا اعمل الاثنين براكت و أبدأ بعد كده أحط الجزء بتاع العصب. تعالى نروح نرسم الشكل بتاعنا، وإحنا بالنسبة لنا هنختار بقى على طول البارت، ومن البارت نختار المستوى المناسب بالنسبة لنا، المستوى اللي هو عبارة عن التوب. يبقى أنا أختار التوب وأبدأ أختار قطر داخلي وقطر خارجي، وأنا عندي هنا القطر الداخلي والقطر الخارجي كان عندك بي آر بقطر فاي 60 وفاي 100. يبقى ده عندك عبارة عن 100 وده عبارة عن 60، تمام كده بالنسبة لي. تمام. تعالى بقى نعمل بقى كمان ايه، اقدر اقول له بالمرة على طول عشان ما اقعدش اخد الرسمة على كذا مرة، على طول ارسم الشكل بتاع المستطيل ده. اقدر اعمل لاين هنا، واقدر اعمل بقى الشكل بتاعنا لو احنا بقى ظبطنا الشكل، اقول له اعمل لاين هنا، بعدين امشي كده، بعدين اخش في الجزء ده. تعال نشوف بقى يكون داخل لغايه الجزء فين، واصل لحد الجزء ده. ونفس الكلام هعملها تاني. خلي بالك من العلاقات اللي بتظهر معانا، فهو ده على طول تانجنت، فهو شاف ان الكلام ده يتعمل تانجنت. لا خلي بالك من العلاقات وانت شغال. ويبقى تعالى نعمل بقى الكلام ده واصل للجزء ده ونعمل علامة سالب. تعالى بقى نقول له ايه، اقول له ان الخط ده مع الدايرة دي عبارة عن اقول له اشيل الزيادات بقى، عايز اشيل الزيادات، فانا عندي زيادات بالنسبه لي الجزء ده والجزء ده كمان والجزء ده والجزء ده وكمان الجزء ده والجزء ده.
محتاج ايه تاني؟ محتاج ان انا اديله الابعاد. انا مديلي الابعاد ان المسافه دي من هنا لغايه الجزء ده عباره عن 80. خلي بالي ان الكلام ده بالنسبه للخط اللي فوق زي الخط اللي تحت، يبقى انا لازم اقول له ان الخط ده زي الخط ده ويكون عباره عن فيرتيكال، واديله علامه صح. من هنا من الجزء ده لحد الجزء ده 80، والثيكنس عبارة عن 10، الحتة دي عبارة عن 10، فبالتالي الخط ده مع الخط ده بيكون عبارة عن ايكوال، أو الاتنين بيساووا بعض. المسافة من هنا لغاية هنا عبارة عن 10، وخلي بالين المسافة من السنتر، تعال نرجع تاني نعمل من السنتر ده لحد ده والمسافة دي كلها عبارة عن 10. أنا كده رسمت الشكل بتاعنا. تعالى نبص كده تاني لو احنا في أي أبعاد محتاجينها تاني. احنا رسمنا الأسطوانة ورسمنا المسافة اللي بتبقى 80، وعملنا 10 الجزء بتاع الشفتين، الجزء بتاع 10، والرسمة بتاعت عندي عبارة عن فول ديفاين. تعالى بقى نعمل له أمر اكسترود، ويقعد الشكل منظور قدامي واقول له اعمل لي امر اكسترود بالمسافه اللي هي عباره عن ال 180. ادي الشكل بتاعنا رسمناه بطريقه بسيطه. محتاجين ايه بقى؟ اقول له تعالى نرسم على المستوى ده، واقول له اعمل لي سكتش، واعمل لي نورمال 2، واعمل لي هنا 3 دوائر، عندي دايره، واعمل لي دايره ثانيه، واعمل لي دايره ثالثه. المسافه ما بتبعد ما بينهم كانت عباره عن 27، من النقطه دي لحد النقطه دي 27، والفاي بتاعتها كانت عباره عن 10. يبقى انا محتاج اقول له ان الدايره دي مع الدايره دي مع الدايره دي عباره عن ايكوال. وتعالى بقى نعرف ان الجزء اللي فوق ده 27 برضو، ومن الدايره دي للدايره دي كانت عباره عن 27. محتاج ايه كمان؟ محتاج اقول له ان الدايره دي ان المسافه دي عباره عن 32 وكسر، او محتاجين بقى نقول له ايه؟ ان ده إن المسافة من النقطة دي لحد النقطة دي هتكون عبارة عن كام؟ أو الدوائر دي هتكون في المنتصف بالشكل ده. يبقى أنت محتاج تعرف له إن الكلام ده في المنتصف ده، فأقدر أقول له إن الدايرة دي من هنا لحد الجزء ده، او لو احنا بقى بصينا على الطول ده قد ايه، 32 و3. يبقى انت تعالى ممكن نعمل من هنا لغاية هنا، خلتها في المنتصف، واقول له خلي بالك ان النقط دي كلها على نفس الحزة بتاعها اللي هو عبارة عن الفيرتيكال. بقت الرسمة بالنسبة لي بقت فول ديفاين. تعالى بقى نعمل له امر اكسترود كات، والمرة دي هعمل له بقى ميد بلين، وهقول له تمام بالنسبة لي الجزئين مقطوعين، ويبقى أنا عملت كده الثلاث ثقوب بتوعي. أعمل إيه تاني؟ هرجع أرسم شكل براكت. البراكت عشان أرسمه قال لك بيبعد مسافة ب 30، عاوز أبعد مسافة 30، يبقى أنا محتاج أرسم مستوى، وأقول له المستوى ده على موازي للشكل ده بمسافة 30، بس أعكس لي الاتجاه وارسم لي على المستوى اللي أنت عملته ده. أعمله نورمال 2، بقت الشكل كده. يبقى انا اقدر اقول له انا عاوز ارسم ايه؟ انا عاوز ارسم في الجزء ده ارسم لي كده جزء مستطيل، واقول له الابعاد. ممكن اقول له هنا الابعاد على طول، هنا المسافه دي كانت عباره عن 15،
ده كله عبارة عن 30، وأقدر أقول له كمان اعمل لي دايرة، والدايرة دي لغاية الجزء ده، وأقول له إن الدايرة دي قطرها 100. على بقى اقطع لي الزيادات، انا عايز اشيل الجزء ده، انا بعمل الدايره دي عشان اشيل الجزء ده بس، شيل الجزء تاني، اعكس كده تاني، هنعمل دايرة هنا وأعمل لي دايرة في المنتصف، وأقول له شيل لي الزيادة دي، شيل لي الزيادة دي، ويدي لي بقى الأبعاد بتاعة الدايرة. هي دي كانت عبارة عن R15، فدي خلاص معروفة، ويدي لي البعد ده كانت عبارة عن كام، الفاي ده كانت عبارة عن 10، ودي لي بقى المسافة من السنتر ده للسنتر ده. تعالى بقى نشوف كانت البعد ده كان مكتوب كام، كان مكتوب عندك في 120. يبقى انت كده خليت الرسمة بتاعتك عبارة عن fully defined. محتاج بس كده اشيل الجزء ده، محتاج اشيل الجزء ده وابدا اعمل لي هنا قوس. ممكن اعمل قوس هنا باستخدام 3 نقط، اقول له النقطة الأولانية اهي، وادي النقطة التانية، وادي النقطة الثالثة، وابدأ اعمل علامة صح. يبقى انا كده قفلت الشكل بتاعي. محتاج ايه تاني؟ محتاج بقى اقول له ان الرسمه بتاعتي عباره عن فول ديفاين، عايز ابدا اعمل له امر اكسترود، والاكسترود بتاعي تعال نشوف شكل المنظور. لا، اقول له احجز الاتجاه، السكنس بتاعي كانت يا دوب عباره عن 12 مللي تقريبا، 12 مللي تمام، واقول له اعمل لي علامه صح. طيب انا عملت هنا البراكت الاولاني، اروح اختار بقى على طول مستوى، واقول له اعمل لي مستوى للجسم ده في المنتصف، واعمل لي البراكت ده، اعمل لي بقى ميرور للبراكت ده، بدل ما اروح ارسم بقى الشكل ده تاني، لا اقول له حوالين المحور ده واعمل علامة صح. كده انا عملت الشكل بتاعي. تعالى بقى نختار، اقول له اخفي لي المستوى ده، واخفي لي المستوى ده، وتعالى بقى اقول له اعمل لي ايه، اعمل لي العصب اللي عند المستوى ده. اعمل سكتش على المستوى ده واقول له اعمل لي نورمال 2، واقول له اعمل امر لاين، واقول له اعمل لي عصب على الجزء ده. ودخلت العصب بتاع الجزء جوه عشان الجزء بتاعي عباره عن جزء اسطواني، فهديله بقى البعد هنا. البعد ده كان عباره عن كام؟ عباره عن 42. ارتفاع 30، تعالى بس نشيل بس الخط ده كده،
وابدا اعمل علامه صح، وبعدين بقى اروح على طول لامر رب اقول له عكس لي الاتجاه، تعال نشوف شكل المنظور كده، واقول له ان السيكنس بتاعك كانت عباره عن كام، عباره عن 15، وابدا اعمل علامه صح. بدا يرسم لك شكل مين، رسم لك شكل العصب بتاعك. نعملها من الامر بتاع الرب. ممكن تقدر تعمل انت بقى العصب ده باستخدام امر ايه، يا دوب امر اكسترود عادي، وتقدر تقول له اعمل لي شكل المثلث وتبدا تعمل الكلام ده. يبقى احنا كده خلصنا التمرين بتاع النهارده، وان شاء الله نلتقي في تمارين اخرى.